بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر راكعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. فإذا فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من القراءة فإنه إذا أراد الركوع يرفع يديه مكبرا، يرفع يديه مكبرا. أما التكبير فإنه واجب من واجبات الصلاة، وأما رفع اليدين فإنه سنة من سنن الصلاة الفعلية، وله ثلاثة مواضع اختلف في الرابع. موضع الأول كما سبق عند تكبيرة الإحرام، موضع الثاني إذا أراد الركوع إذا كبر للركوع، الموضع الثالث إذا رفع من الركوع. هذه المواضع صحت الأحاديث فيها. وأما الموضع الرابع فهو إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول وكبر يرفع يديه عند بعض أهل العلم. نعم. فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما. نعم. فإذا ركع، صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم أو هديه في الركوع أنه يضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، فلا بد من هذا. فلو أنه حنى ظهره ولم تصل يداه إلى ركبتيه لم يصح الركوع، لا بد أن تصل يداه إلى ركبتيه. يضع كل يد على ركبة يلقمها ويفرج بين أصابعها. نعم. ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما. كالقابض على ركبتيه. نعم. ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. وتر يديه يعني جعلهما كالوتر، كوتر القوس، كوتر القوس، ويجافيهما عن جنبيه، لا يلصق يديه بجنبيه. السنة أن ينحيهما عن جنبيه، لكن إذا كان بجانبه أحد فلا يضايقه، فإنما يجافيهما قليلا بحيث لا يكون ملتصقين بجنبه. هذا هو السنة. نعم. وبسط ظهره ومده واعتدل فلم ينصب رأسه ولم يخفضه. وهذا من هديه في الركوع أيضا. عرفنا أولا أنه يضع كفيه على ركبته، ثانيا أنه يوتر يديه ويباعدهما عن جنبيه، ثالث أنه يمد ظهره مستويا لا منحنيا ومقوسا، وإنما يكون مستويا.
ويجعل رأسه حيال ظهري لا يخفضه ولا يرفعه. هذه صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وبسط ظهره ومده واعتدل فلم ينصب رأسه ولم يخفضه بل حيال ظهره. نعم. وكان يقول سبحان ربي العظيم. نعم. وأما الذكر الذي يقال في الركوع فهو سبحان ربي العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فيقول سبحان ربي العظيم. الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ثلاث تسبيحات، وأعلى الكمال عشر تسبيحات، خصوصا للإمام عشر تسبيحات. نعم. ويقول اللهم اغفر لي، يدعو لنفسه بالمغفرة في الركوع مع التسبيح. نعم. وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك. إما أنه يضيف هذا إلى سبحان ربي العظيم فهذا أفضل، وإما أن يقتصر على هذا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات وسجوده كذلك. هذا أعلى الكمال، عشر تسبيحات، يطيل الركوع بمقدار ما يقول عشر مرات سبحان ربي العظيم، وكذلك في السجود يطيل السجود مقدار أن يقول سبحان ربي الأعلى عشر مرات، هذا أعلى الكمال. نعم. وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعله أحيانا في صلاة الليل وحده. أحيانا يجعل القيام الركوع بمقدار القيام يكون طويلا، كذلك السجود يكون طويلا بمقدار القيام، ولكن الغالب أن هذا كان يفعله في صلاة الليل، وكذلك في صلاة الكسوف كان ركوعه نحو من قيامه، كان يقرأ القراءة الطويلة بالبقرة وآل عمران والنساء، وكذلك السجود نحو من الركوع في الطول، وهذا في قيام الليل، لأن المسلم إذا انفرد وصلى وحده يطول ما شاء، أما إذا كان إماما فإنه لا يشق على المأمومين بل يعتدل، لا ينقر الصلاة نقرا ولا يطيل على المأمومين ويشق عليهم، أيكم أما الناس فليخفف، تخفيف المعتدل. نعم. فهديه صلى الله عليه وسلم الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. هديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة، لا يكون بعضها طويل وبعضها مختصر، بل يعادل بين أركانها، فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، تكون صلاته متناسبة. نعم. لا يكون ركن أطول من ركن. نعم. وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم، يمجد الله عز وجل. سبوح قدوس صيغة مبالغة من التسبيح والتقديس لله
سبحانه، ربي ورب الملائكة والروح. ورب الملائكة معروف، الملائكة والروح قيل هو جبريل عليه السلام، وقيل إنه صنف من الملائكة يسمون الروح، الله أعلم. نعم. وتارة يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. نعم، هذه كلها أذكار تقال في قيام الليل، لأن قيام الليل يطيل فيه الإنسان لأنه يصلي لنفسه. نعم. ثم يرفع، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا حال رفعه، قائلا حال رفعه، ما يؤجله إلى أن يعتدل، بل حال رفعه يقول: سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع هنا استجاب، سمع الله لمن حمده يستجاب، لأن سمع إذا عدي باللام، إذا عدي باللام فمعناه الاستجابة، وإما إذا عدي بنفسه سمع الله كذا، قد سمع الله قول التي تجادلك، قد سمع الله قول الذين قالوا، إذا عدي بنفسه فمعناه السمع الذي هو صفة من صفات الله عز وجل. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه. يرفع يديه مع قول سمع الله لمن حمده، هذا الموضع الثالث في رفع اليدين. نعم. وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، يعني يعتدل، كان يعتدل إذا قام من الركوع، ويعتدل جالسا، يعتدل قائما إذا رفع من الركوع، حتى يستقيم صلبه عن الانحناء، ويعتدل جالسا إذا قام من السجود حتى يعتدل صلبه، لا كما يفعله النقارون من أنه لا يعدل صلبه في القيام من الركوع أو إذا قام من السجود، بل يستعجل ويسجد أو يركع، يسجد يستعجل في القيام من الركوع فيسجد على طول، أو يستعجل في القيام من السجود فيسجد الثانية على طول، لا، يطيل القيام بعد الركوع ويطيل الجلوس بعد السجود، لأن هذا ركن من أركان الصلاة، الاعتدال ركن من أركان الصلاة، فلا يتلاعب به. نعم. وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع، دائما ما ترك هذا ولا مرة، إنه استعجل في السجود في الانحطاط، إنه استعجل في الانحطاط من القيام بعد الركوع، أو استعجل في السجود في بين السجدتين، ما عرف عنه هذا، إنما عرف أنه كان يطيل. نعم. وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. نعم، لأنه ما تم، لأنه لم يتم الركن، لا بد من إقامة الصلب ورجوع كل فقار إلى محله. نعم. وكان إذا استوى قال: ربنا ولك الحمد. هذا الذكر الذي يقال
بعد الرفع من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد بدون اللهم، وتارة يقول اللهم ربنا لك الحمد، وتارة يقول ربنا ولك الحمد بالواو، وتارة يقول اللهم ربنا لك الحمد، وتارة يقول اللهم ربنا ولك الحمد، فيجمع بين اللهم والواو. وإن كان الشيخ ابن القيم رحمه الله يقول لم يحفظ عنه أنه جمع بين اللهم والواو، لكن هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان إذا استوى قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو. نعم. وربما قال اللهم ربنا لك الحمد، فيأتي بي اللهم دون الواو. هذه ثلاث أنواع. نعم. وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح، هذا محل نظر، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، هو غاب عن ذهنه رحمه الله، لأنه كما تعلمون ألف هذا الكتاب وهو في السفر في طريقه إلى الحج، ليس عنده كتب ولا مراجع، وإنما ألفه من ذاكرته رحمه الله. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع. نعم، إطالة القيام، من هديه صلى الله عليه وسلم إقامة القيام بعد الركوع مثل الركوع بمقدار إطالة الركوع، بل كان يطيله حتى يقال قد أوهم، يعني نسي من طوله. نعم. فصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء، وهذا نوع آخر من الذكر الذي يقال بعد الاعتدال من الركوع، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. أقل هذا على أنه يطيل الاعتدال من الركوع. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب سيارة فورد إكسبريشن واقف أمام أحد الناس مضيج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، يعني في الاعتدال من الركوع أيضا، هذه أذكار وردت عنه أنه يقولها أحيانا في اعتداله من الركوع. نعم. وصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا قد مر بنا أنه من أدعية الاستفتاح، وأيضا كان يقوله بعد الركوع، ومعناه أنه يطلب من ربه سبحانه أن ينقيه من الذنوب، أن يغفر له وينقيه من الذنوب. نعم، بأنواع المنقيات، الماء والثلج والبرد، ثمن أنواع من المنقيات كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم. وصح عنه أنه كرر فيه قوله لربي الحمد لربي الحمد حتى كان بقدر ركوعه. هذا نوع آخر من أنواع الذكر الذي يقال بعد اعتداله من الركوع، لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، فكان يقول هذا أحيانا. نعم.
وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني يطيل القيام حتى يظنون أنه قد أوهم، يعني نسي، نعم، أنه بعد الركوع، نعم. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، كذلك يطيل الجلوس بين السجدتين حتى يقال أنه قد أوهم، يعني نسي، نعم. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم المعلوم، وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية حتى ظن أنه من السنة، هذا لجهلهم بالسنة، جهل أمراء بني أمية بالسنة، حتى إن العوام ظنوا أن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه تصرف منهم، فالذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويبين أنه مخطئ، ولو كان من الأمراء أو من الكبار يبين هذا له من غير تعنيف ومن غير قسوة، وإنما يبين له باللطف والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، نعم. فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القيام بعد الركوع خر ساجدا ولا يرفع يديه كما كان يرفعهما فيما سبق، بل يسجد ويكبر للانتقال من غير رفع يدين، نعم. وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما، انحطاطه من القيام إلى السجود أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، وإذا قام من السجود بالعكس أول ما يرتفع رأسه ثم يداه ثم ركبتاه، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. وأما أنه يضع يديه قبل ركبتيه فهذا محل نظر، لكنه إذا كان يحتاج إلى هذا من كبر سن أو لمرض فلا بأس أن يضع يديه قبل ركبتيه رفقا به، أما إذا كان نشيطا فإنه على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، والبعير إذا انحط للبروك أول ما يقع على الأرض ركبته، أول ما يقع على الأرض يداه مقدمه، أول ما يقع على الأرض مقدم البعير يداه ثم ركبته ثم مؤخرته. نحن نهينا عن التشبه بالبعير، نعاكس هذا، فعند الانحطاط أول ما يقع على الأرض الركبتان ثم اليدان ثم الجبهة والأنف، البعير عند القيام بالعكس أول ما يرتفع مؤخره ثم ركبتاه ثم يداه، هذا إذا نظرت إلى البعير وجدت هذا. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، نعم. وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه، نعم. هذا هو الصحيح، فكان أول هذا هو الصحيح، وإن كان المسألة فيها خلاف لأنه جاء في الحديث العكس، جاء في حديث العكس، لكن الصحيح هو هذا، نعم. هذا هو الصحيح، فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب، نعم. وأول ما يرتفع الأعلى فالأعلى، نعم. فإذا رفع رفع رأسه أول ثم يديه ثم ركبتيه، نعم. وهكذا عكس فعل البعير،
عكس. وهكذا عكس فعل البعير. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلاة. نعم. فنهى عن بروك كبروك البعير. وعرفنا كيفية بروك البعير، كل يعرف هذا واضح. نعم. فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب. اختلسه الشيطان من صلاة العبد، أن يلتفت برأسه، يلتفت برأسه يمين وشمال، هذا ينقص الصلاة وإن كان لا يبطلها. أما إذا التفت بجسمه وانحرف من غير عذر فإنها تبطل صلاته. نعم. وافتراش كافتراش السبع، يفرش ذراعيه، السبع يفرش ذراعيه على الأرض. نعم. وإقعاء كإقعاء الكلب، إقعاء بين السجدتين أو في الجلوس للتشهد كإقعاء الكلب. نعم. ونقر كنقر الغراب، الذي هو السرعة في الصلاة كنقر الغراب. نعم. ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، وعند السلام لا يرفع يديه كما ترفع الخيل الشمس التي تريد الضراب، ترفع أذنابها، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، كان يباشر الأرض، كان أحيانا يباشر الأرض في سجوده على التراب، يسجد على التراب عليه الصلاة والسلام، حتى إنه مرة سجد على الماء والطين لأن المسجد أصابه مطر وكان مسقوفا بالسعف والجريد، فنزل المطر على المحراب على مصلاه صلى الله عليه وسلم، فسجد على أثر المطر وأصاب جبهته أثر الماء والطين عليه الصلاة والسلام. وتارة يسجد على فراش، إما بالخمرة وهي قطعة من فراش الخوص، خوص النخل، وإما على الفراش الحصير المعروف. كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف شيئا، بل يصلي على الموجود. وتارة يسجد على جلد المدبوغ، على الفروة المدبوغة من جلود الغنم، لا يتكلف شيئا بل يسجد على ما حضر وتيسر عليه الصلاة والسلام، ولا يجعل كور العمامة تحت جبهته، ما يجعل كور العمامة تحت جبهته. نعم. وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، يعني مباشرة. نعم. مباشر الأرض. نعم. ولم يثبت عنه السجود عليه على كور العمامة، بل كان ينحيه عن جبهته. نعم. وكان يسجد على الأرض كثيرا، مباشرة بدون فراش، كثيرا. نعم. وكان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين، كما في قصة المسجد لما وقف السير. نعم. وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل. نعم. وهي الفراش الخاص للصلاة، الفراش الخاص للصلاة أو السجادة خاصة بالصلاة. نعم. وعلى الحصير المتخذ منه، الحصير الذي هو الفراش الكبير الذي يستعمل للصلاة ولغيرها. نعم. وعلى الفروة المدبوغة، جلد الفروة جلد الشاة المدبوغة، يبقى فيها الشعر ويدبغ باطنها ليذهب منه أثر اللحم وأثر الرائحة، يدبغ بالدباغ حتى يذهب عنه الفضولات والدم وغير ذلك. نعم.
وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافاهما حتى يرى بياض إبطيه. نعم، لا يرفع جبهته وأنفه عن الأرض أو عن المصلى، وإنما يمكن جبهته وأنفه من محل السجود. نعم. وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه، ويضع يديه ممدودة الأصابع نحو القبلة على الأرض، يضعهما على الأرض حذو منكبيه، حذو منكبيه أو على الفراش. نعم. وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه ويعتدل في سجوده، يعتدل في سجوده، لا يكون يكون في سجوده مستجمعا، لا يكون مستجمعا لنفسه أو يكون على غير توازن، يكون على غير توازن، يتوازن في سجوده حتى يطمئن. نعم. ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، أصابع يديه وأصابع رجليه كلها يستقبل بها القبلة. نعم. ويبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما، لا يفرج أصابع يديه بل يضم بعضها إلى بعض ويوجه أطرافها إلى القبلة، ولا يقبض يديه ويسجد على يديه مقبوضتين، لا يبسط، لا بد أن يبسط يديه على المصلى. نعم. وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به. أما الذكر الذي يقال في السجود يقول سبحان ربي الأعلى لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. نعم. وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أحيانا. نعم. ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما يقوله في ركوعه كما سبق. نعم. وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا نوع من أنواع الذكر الذي يقال في السجود. نعم. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وهذا أيضا نوع آخر. نعم. وكان يقول اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، جدي، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. كل هذه أنواع من الأذكار تقال في السجود، لا يجمع الإنسان بينها ويقولها جميعا، وإنما تارة هذا وتارة هذا، وأقل شيء سبحان ربي الأعلى، أقل شيء هذا. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في الدعاء للسجود، خص السجود بأنه يجتهد فيه الدعاء، يكثر من الدعاء في السجود. قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. فالسجود يجتهد المسلم بكثرة الدعاء فيه سواء في نافلة أو في فريضة. نعم.
فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه. ثم إذا فرغ من السجود يرفع رأسه مكبرا تكبيرة الانتقال، وهي واجب من واجبات الصلاة، ولا يرفع يديه في هذا الموضع، بل يرفع ويكبر بدون رفع يدين. نعم. ثم يجلس مفترشا يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. الجلسة بين السجدتين هذه ركن من أركان الصلاة، الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، وأما قول رب اغفر لي هذا واجب من واجبات الصلاة. وصفة الجلسة بين السجدتين أنه يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى، يجعل ظهرها إلى الأرض وباطنها إلى أعلى، ويجلس عليها وينصب الرجل اليمنى، فيجعل أصابعها على الأرض ويرفع عقبه، هذا النصب، نصب الرجل. نعم. ويضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقيه على فخذيه. ويجعل يديه على فخذيه وذراعه ومرفقه كله على فخذيه، ويده مبسوطة تكون أصابعها على الركبتين. نعم. ويجعل مرفقيه على فخذيه وطرف يده على ركبته. نعم. ويقبض اثنتين من أصابعه ويحلق حلقه ثم يرفع إصبعه. نعم. مع أصابع اليدين، أصابع اليسرى تكون مبسوطة مضمومة على الفخذ، وأما أصابع اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام، يجعل رأس الإبهام على رأس الخنصر كالحلقة، ويرفع أصبعه السبابة يشير بها إلى التوحيد. هذه صفة وضع اليد اليمنى في وضع اليد اليمنى في الجلسة. نعم. وكان الله عنك. نعم. ويضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقيه على فخذيه وطرف يده على ركبته. نعم. ويقبض اثنتين من أصابعه ويحلق حلقه. نعم. يقبض اثنتين من أصابع الخنصر والبنصر ويحلق حلقه، يجعل الوسطى والإبهام كعلى صفة حلقة. نعم. ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها. يدعو بها ويحركها عند مرور لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد. نعم. ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا الذكر الذي يقال في الجلسة هنا السجدتين، الواجب أن يقول رب اغفر لي، هذا واجب، وإذا زاد على ذلك فهو أحسن. نعم. هكذا ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه. نعم. وذكر حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول رب اغفر لي. نعم. ثم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه. ثم ينهض إذا فرغ من السجدة الثانية وأراد القيام إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، إذا نهض فإنه ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن أمكن، أما إذا كان كبيرا أو مريضا ضعيفا فلا بأس أن يعتمد على يديه ويقوم عليهما للحاجة. نعم. فإذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما يسكت عند الاستنجاء. نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة.
أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. فهذا السائل يقول: على القول بأن رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول سنة، السؤال: هل يرفع يديه وهو جالس قبل القيام، أم أنه يرفع إذا استتم قائما؟ في حال نهوضه يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير في حال نهوضه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يقول الإنسان بعد الرفع من الركوع في الركعة الأولى: ربنا ولك الحمد، ثم يقول في الركعة الثانية: اللهم ربنا ولك الحمد، وينوع في الثالثة والرابعة؟ لا بأس بذلك، كله جائز إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجزئ غير إنما لا يقول لا يجمع بين الروايات، لا يجمع بينها في موضع واحد، أما أنه يفرقها في موضع كذا وفي موضع كذا فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجزئ غير سبحان ربي العظيم، بحيث أنه لا يقول سبحان ربي العظيم وإنما يأتي بألفاظ أخرى؟ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مرت بكم أن يأتي بالذكر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشيء من عنده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل السنة هي التكبير ثم الركوع، أم التكبير أثناء الركوع وكذلك في السجود؟ تكبير أثناء الانتقال من ركن إلى ركن، ولذلك تسمى تكبيرات الانتقال. التكبير يكون بين الركنين، حينما ينتقل يبدأ التكبير إلى أن يشرع في الركن الثاني، فلا بأس أن يمد التكبير. نعم. في حال الانتقال، أما أنه يأجل التكبير إلى أن يدخل في الركن الثاني هذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يدعو في الركوع أكثر من اللهم اغفر لي؟ إذا كان يصلي وحده فلا بأس، يطيل ما شاء ويكثر من الدعاء، أما إذا كان يصلي بجماعة فلا يشق عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الدليل على أن أدنى الكمال في الركوع والسجود هو 3 تسبيحات وأن أعلاه 10 تسبيحات؟ هذا الوارد عن الرسول، حزروه فوجدوه كذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الدعاء بين السجدتين إذا قدم فيه كلمة أو أخر أخرى، يقول في الدعاء بين السجدتين إذا قدم كلمة أو أخر أخرى، كأن يقول: اللهم ارحمني على اغفر لي، أو يقدم ارزقني على اجبرني، هل في هذا بأس؟ لا بأس به، لكن كل ما أمكن أنه ينظم الدعاء على صفة ما ورد فهو لا شك أفضل وأحرى بالقبول والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل، ما مراد المؤلف رحمه الله بهذا القول؟ هل هذا الذكر في الركوع، أم أن اعتداله وتناسب ركوعه وسجوده إنما كان في تطويل قيام الليل؟ هذا في التطويل، تطويل أركان الصلاة، تطويل القيام، تطويل الركوع، تطويل السجود، هذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة قول سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ صحيح، ثناء على الله سبحانه وتعالى وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا رفع من الركوع وكان ظهره غير مستوي، فهل هذا يجزئ إذا كان قادر على أن يجعله مستويا، وهل نناصحه إذا كان يفعل ذلك؟ نعم، هو يكون ناقص، يكون اعتداله ناقص، إذا لم يعتدل يكون اعتدالا ناقصا، لكن ما نقول بطلت صلاته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا قلت في الركوع فقط: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ولم أقل سبحان ربي العظيم، فهل أتيت بالواجب؟ تقول سبحان ربي العظيم ثم تأتي بالدعاء الذي تريده من أنواع الأدعية،
نعم، لأن سبحان ربي العظيم هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها لركوعكم، فتأتي بها وتزيد عليها ما تيسر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل قول لربي الحمد لربي الحمد مكررا لها بعد الرفع من الركوع يقولها مستقلا أو بعد قوله ربنا ولك الحمد؟ يقولها مستقلة وتكفي، مثل ربنا ولك الحمد، لربي الحمد مثل ربنا ولك الحمد، اختلاف اللفظ فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يجمع الإنسان بين صيغ الرفع من الركوع في الصلاة الواحدة؟ صيغ إيش؟ صيغ الرفع من الركوع في الصلاة الواحدة. الرفع من الركوع ليس له صيغ، الرفع من الركوع ليس له صيغ، الصيغ إنما هي في الدعاء الذي يقال. نعم. خاف مراده اللهم ربنا لك الحمد، هذا الدعاء ما هو بالرفع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نلاحظ يا صاحب الفضيلة أن من المصلين من يسجد على شماغه على شماغه أو تكون الطاقية على الجبهة، فهل يكون ذلك مانع من السجود على الأعضاء السبعة؟ لا، ليس مانع، لكن خلاف الأولى. وإذا كان يحتاج إلى وقاية، الأرض حارة، الأرض فيها حرارة أو فيها شوك أو فيها حصى، فلا بأس أن يجعل تحت جبهته وأنفه واقيا من ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والأرض حارة بعد زوال الشمس، فكانوا يضعون عمائمهم ويسجدون عليها للوقاية، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم، يبسط طرف العمام. أما أن يخص جبهته وأنفه بشيء من غير حاجة فهذا يكره، لأن فيه تشبها بالرافضة الذين يسجدون على ما يسمونه بالتربة، يكره التشبه بهم. لكن إذا كان هناك حاجة تدعو إلى هذا فلا بأس، لأنه لم يفعله من باب التشبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو القول الراجح في موضع اليدين بعد الركوع؟ ما هو؟ يقول: ما هو القول الراجح في موضع اليدين بعد الركوع؟ القبض. القول الراجح أنه يقبض كما يقبض قبل الركوع، لأنه قيام، كله قيام، فيقبض اليد اليسرى بالكف اليمنى ويضعهما على صدره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الركوع من مواطن الدعاء في الصلاة؟ نعم، هو مواطن الدعاء، لكن السجود آكد، السجود آكد للدعاء وأحرى بالإجابة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحث عليه. نعم. وإلا ورد كما سمعتم أنه يقول في الركوع: اللهم اغفر لي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك مثل بروك البعير، هل النهي للتنزيه أو للتحريم؟ الكراهية، كراهة، هذه أمور تكره في الصلاة، التشبه بالبهائم يكره في الصلاة. نعم. وحتى في غير الصلاة يكره للإنسان أن يتشبه بالبهائم، لكن الصلاة لأنها عبادة فلا يتشبه بالبهائم فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا إذا قمت في الليل في بعض الأحيان فإني أطيل السجود أكثر من القيام وأكثر من الركوع لما أجد من اللذة في الدعاء في السجود، فهل هذا خلاف السنة؟ خلاف الأفضل، الأفضل أن تكون صلاتك متعادلة، إذا أطلت القيام تطيل الركوع والسجود، وإذا خففت القيام تخفف، وإذا توسط توسط، تكون صلاتك متعادلة، ليس بعضها أطول من بعض. نعم، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن مذهب الحنفية رحمهم الله
أنهم لا يرون الإطالة بين السجدتين وكذلك الرفع من الركوع؟ نعم، ينسب هذا إليهم. بعض المقلدين يفعل هذا ويظن أن الحنفية يذهبون إلى هذا. نعم، أحسن الله إليكم صاحب. لكن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو المحكم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من يأتي بأدعية في الركوع أو السجود أو الجلوس بين السجدتين وهي غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون آثم أم أن صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة وليس آثما، إذا كانت الأدعية لا تخرج عن الكتاب والسنة، موافقة للكتاب والسنة. هو لازم أنك تأتي بالنص، لو تجيبه بالمعنى تجيبه بلفظ آخر لا بأس، الأمر واسع في هذا. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يحرك السباحة أو يشير بها أثناء الجلوس بين السجدتين أم أن ذلك خاص بالتشهد؟ مر بكم أن ابن القيم يقول حتى بين السجدتين، مر بكم هذا قريبا. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض أئمة المساجد عندما يريد الركوع يكبر أولا قبل الانحناء، يريد بذلك أن يظهر صوته في مكبر الصوت، وكذلك الرفع من الركوع بعد الاعتدال، فإذا تم باعتداله قال سمع الله لمن حمده، فما حكم فعله ذلك؟ هذا من مساوي مكبر الصوت، لأن بعض الأئمة يسرف أو لا يحسن التصرف فيخل بالصلاة أو بصفة الصلاة، لذلك تجده ينحني على مكبر الصوت أو يضع كأنه يرضع، يضع فمه في مكبر الصوت وينحني عليه، وبعضهم يلتفت إلى مكبر الصوت، فهم يسرفون في استعمال مكبر الصوت. واللي يكبر قبل أن ينحني هذا مخالف للسنة. تكبير أثناء الانحناء، انتقال، تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، المنتقل منه والمنتقل إليه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض طلاب العلم يحصل بينهم مناقشة حادة، وربما وصل ذلك إلى درجة الهجر، وذلك في مسألة النزول للسجود، هل يقدم الركبتين أو اليدين؟ فما توجيه فضيلتكم؟ هذا لا يحتاج إلى حدة ولا يحتاج إلى شيء، كلاهما مذهبان، كل واحد له ما يؤيده من الأدلة، فدل على أن الأمر في هذا واسع ولله الحمد. من وضع يديه قبل ركبتيه أو من وضع ركبتيه قبل يديه، كلاهما على حق إن شاء الله، وكلاهما له أدلة وله أئمة في هذا، فلا ينبغي أن يكون هناك نفرة بين طلبة العلم أو تهاجر. هذا ليس من هدي الإسلام. إن المسائل الخلافية التي لها مستندات ولا يدرى أيها أرجح ما يجوز هذا، وربما أنك ترجح أنت قول وهو يرجح قول آخر وله مستنداته، هل يكون عندكم سعة صدر ويكون عندكم قبول لأقوال أهل العلم، ولا يكون عندكم شدة أو حصر لأن هذا هو الحق وأن الآخر مخطئ؟ نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عقبة الشيطان، السؤال: ما هي عقبة الشيطان حتى نعرفها ونتجنبها؟ والله هذا محل إشكال، لكن الله أعلم أن عقبة الشيطان إقعاء مثل إقعاء الكلب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ركبتيه ويضع يديه على الأرض مثل ما يكون الكلب. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم خر ساجدا،
وقال أخرجه النسائي بإسناد صحيح. إيش يقول؟ يقول: لقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم خر ساجدا. نعم هذا ورد، لكن الأدلة الصحيحة والثابتة أنه لا يرفع يديه عند النزول للسجود، هذه هي الأدلة الثابتة. ولا حتى قالوا عند السجود بين السجدتين لبغى يسجد يرفع يديه، لكن هذا ما ثبت، لم يثبت هذا، وإن كان ورد هذا محل نظر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذي لا يلامس أنفه الأرض، وبعضهم استدل بحديث فيه تغيير، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل خفض ورفع، والصواب أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، وأما أنه يرفع يديه عند كل خفض ورفع هذا غلط في الرواية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذي لا يلامس أنفه الأرض جهلا منه أو سهوا في سجوده، هل ينقص ذلك من صلاته أو يبطلها؟ أشار صلى الله عليه وسلم إلى جبهته وأنفه، فلا بد من سجود على الأنف مع الجبهة، فالذي لا يسجد على أنفه يكون سجوده ناقصا، لكن ما نقول أنه باطل، لكن نقول إنه ناقص ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس عند الرفع من الركوع، أما لو سجد على أنفه فقط ولم يسجد على جبهته فلا شك أن هذا باطل، لأن الأصل الجبهة، فإذا سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته من غير علة فهذا سجوده باطل. أما العكس يسجد على جبهته هذا هو الأصل، لكن رفع أنفه فهذا خلاف الأفضل، خلاف الأكمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس عند الرفع من الركوع يرفع يديه على هيئة رفعهما عند الدعاء، فهل في هذا بأس؟ لا، ما هو بهذا السنة، ما يرفع يديه مثل ما يرفعهما في الدعاء، وإنما يرفعهما مبسوطتين متوجها بهما إلى القبلة حذو منكبيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من سجد على أنامل يديه وجعل يديه في السجود مثل القبة بحيث لم يمكن بواطن الكفين من الأرض، من؟ يقول: من سجد على أنامل يديه وجعل يديه في السجود مثل القبة ولم يمكن بواطن كفيه من الأرض، فهل يصح سجوده؟ السجود يصح إذا وضع شيء من العضو ولو قليلا يصح سجوده، لكن يكون ناقصا. نعم. أما لو رفع العضو نهائيا ولم يسجد عليه من غير عذر سجوده باطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لتحريك الأصابع حال الجلوس؟ نعم، عند الدعاء يحركهما عند الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تصح الصلاة وخاصة صلاة الظهر في الشمس، وذلك لأننا في المدرسة في الشمس لعدم توفر المصلى في هذه المدرسة؟ مش المانع، الشمس تصح الصلاة فيها وفي الظلال والحمد لله، وإذا ضاق المسجد صلوا ولو في الشمس، إذا ما عليكم ضرر صلوا في الشمس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تصح صلاة من رفع أصابع رجليه عن الأرض وهو ساجد؟ هذا كما سمعتم، إذا رفع العضو ولم يضع منه شيء على الأرض فصلاته باطلة من غير عذر، أما لو وضع ولو طرف العضو فإن صلاته صحيحة مع النقص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمصلي أن يدعو بأي دعاء يشاء في التشهد الأول أو التشهد الثاني؟ التشهد الثاني نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه، فلا بأس أنه يدعو بما حضره
من الأدعية أو يدعو بما هو محتاج إليه. نعم. أحسن الله إليكم. وأما التشهد الأول ما هو محل دعاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل فيه بأس بوضع الطاقية أو الشماغ على الجبهة عند السجود؟ إذا كان لحاجة كحرارة الأرض وغير ذلك فلا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فيكره، يكره أن يخص جبهته بشيء، لأن هذا فيه تشبه في الرافضة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أدعو في صلاتي سواء في الركوع أو السجود أو الجلوس؟ هل يجوز أن أدعو في صلاتي سواء كان في الركوع أو السجود أو الجلوس بلغة أخرى؟ إذا كنت لا تحسن اللغة العربية تدعو بلغتك، أما إذا كنت تحسن اللغة العربية فلا، ما يجوز، لا بد من اللغة العربية التي ورد بها الشرع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم التزام بعض الناس بالصلاة على السجادة خوفا من الصلاة في مكان غير طاهر؟ لا بأس بذلك، السجادة يباح الصلاة عليها، أما إذا كان عنده وسواس ويأخذ السجادة يقول أخاف أن الأرض ما هي طاهرة، هذا وسواس ما يجوز، تشدد لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل الأصل في الأرض الطهارة ولله الحمد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأصل فيها الطهارة ما لم تعلم أن فيها نجاسة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل نصب اليمنى في جلسة بين السجدتين أو في تشهد، هل هذا الفعل واجب أو سنة؟ سنة، هذا سنة، الافتراش والتورك هذا من سنن الصلاة الفعلية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعد من سجد على طرف شماغه مخالفا للسنة؟ إذا كان من غير حاجة نعم، لأنه يخص، قلنا ما يخص جبهته، أما إذا فرش فراش له كله يصلي عليه ما في بأس، لكن إذا خص جبهته بشيء من غير عذر فهذا يكره كراهة، صلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الدعاء بأمور الدنيا في سجوده في صلاته؟ لا يقتصر عليه، يجوز أنه يدعو بدعاء الدنيا لكن ودعاء الآخرة، يجمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يجمع بين دعاء في ما يصلح دنياه وما يصلح آخرته، لأنه بحاجة إلى الدنيا هو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة الدعاء بين السجدتين بقول رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين؟ طيب، لا بأس بذلك، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذا مطلوب. نعم. العوام يقولون لا، أنك ما تدعي لوالديك في الفريضة، هذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى ويجعل يده اليمنى على فخذه ويشير بالسبابة، وذلك في الجلسة بين السجدتين؟ يلقم، ما ورد، ما أعرف أنه ورد الإلقام، لكنه يضع يده على ركبته على أعلاها، ما في، هذا مر بكم، لا بس يجعل كفيه على ركبته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم البداءة بالفاتحة قبل الإمام؟ لا بأس، لا بأس بذلك، القراءة لا بأس بذلك، إنما الركوع والسجود وهذا لا بد بعد الإمام، التكبير لا بد بعد الإمام، أما قراءة الفاتحة فيجوز أنه يبدأها قبل الإمام، لكن ما يرفع صوته يشوش على من حوله، يشوش على الإمام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد جسمه حال السجود بحيث يجافي فيما بين فخذيه وبطنه ويمد ظهره كما يفعله بعض الإخوة؟ ما أعرف هذا تكلف، ما أعرف له أصل،
واللي سمعتم صفة سجود الرسول صلى الله عليه وسلم قرأتموها قريبا، ولا ذكر أنه يمد ظهره في السجود حتى يصبح على هيئة المنبطح ويخرج رجليه وراه، يعني يأخذ محل صفين، يكون رأسه بصف ورجليه بصف. هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يرى عدم ركنية الطمأنينة؟ لا تصح الصلاة خلفه. صل خلف إمام يرى، لأن الطمأنينة هذه ركن من أركان الصلاة، والرسول أبطل صلاة المسيء الذي لا يطمئن في صلاته، قال صل فإنك لم تصلي. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ثبت عند الرفع من الركوع قول ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك؟ يقول: هل ثبت عند الرفع من الركوع قول ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك؟ والله ما أعرف هذا، لا أعرف هذا اللفظ إنه بعد الركوع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام مسجدنا يسرع في الصلاة إلى حد أننا ربما لا ندركه في حال الرفع من الركوع أو في الرفع من السجود. السؤال: هل تجوز الصلاة خلفه علما بأن الصلاة في مسجد آخر السبب مشقة؟ انصحوا ناصحوا اطلبوا منها الطمأنينة عدم السرعة، فإن امتثل وإلا راجعوا مكتب شؤون المساجد من أجل أن ينظر في وضعه ولا يتلاعب بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء يقول ما حكم رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة دائما؟ لم يرد هذا. الدعاء لا بأس، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، ولكن يجوز رفع اليدين. نعم. ويقول في سؤاله الآخر: وما حكم رفع اليدين بعد السنن الرواتب؟ لا بأس بذلك، إنما بعد الفريضة، لا يرفع يديه بعد الفريضة لأنه لم يرد، أما بعد السنن الرواتب فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من ترك تكبيرة الإحرام واكتفى بتكبيرة الركوع لإدراك الإمام في ركوعه، من ترك تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته. إذا ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لكن العكس أنه يأتي بتكبيرة الإحرام ويترك تكبيرة الركوع هذا لا بأس. هو الأفضل أنه يجيب التكبيرتين، لكن لو لم خشي من يعني فوات الركعة ولم يكبر للانتقال فهذا لا بأس، صلاة صحيح، لأن في هذا الموضع سنة تكبيرة الركوع، في هذا الموضع سنة بالنسبة للمسبوق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من نسي التكبير في حال الانتقال؟ من نسي التكبير في حال الانتقال يأتي بسجود السهو، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كان يركع أو يسجد إذا سمع لفظة أكبر في تكبيرات الانتقال؟ والله ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول المؤلف رحمه الله: أما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأنه مر بكم أنه إنما فعل هذا في السفر، قرأ سورة الزلزلة في الركعتين في السفر. نعم. إيش السؤال؟ يقول سلمك الله: ما معنى قول المؤلف رحمه الله: أما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله؟ يعني كاملة، يقرأها كاملة، ما كان يفعله إلا في السفر
قرأ الزلزلة وأظن إحدى المعوذتين في ركعتين في السفر. أما أنه يقسم السورة بين الركعتين فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يطيل الاعتدال أكثر من القيام مثل ما يفعله بعض الأئمة في الوتر في رمضان؟ إيش؟ ما حكم من يطيل الاعتدال أكثر من القيام مثل ما يفعله بعض الأئمة في الوتر في رمضان؟ القنوت قصدك، يطيل في دعاء القنوت بعد الركوع، يطيل الدعاء حتى يصير أكثر من قيامه في الصلاة، هذا مكروه، هذا مكروه تكلف. ودعاء القنوت يكون مختصرا، يكون مختصرا. القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما كان كلمات مختصرة، فالإمام يختصر في دعاء القنوت ولا يطيل، يشق على المأمومين ويخالف السنة في هذا. نعم. من العجيب أنهم يخفون الصلاة ويطيلون القنوت، هذا مخالف للسنة. نعم. المفروض العكس، إطالة قيام الصلاة وتقليل قيام القنوت. نعم. مثل ما يفعلون بالجمعة والخطبة، عاكسوا السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أدرك المأموم ركعة من صلاة الجمعة دون حضور الخطبة فهل يصليها جمعة أو ظهرا؟ صليها جمعة، هذا في حديث صحيح، إن أدرك ركعة من الجمعة فليضم إليها أخرى وقد تمت جمعته. الجمعة تدرك إدراك ركعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رفع اليدين عند الرفع من التشهد الأول هل يكون؟ يقول: رفع اليدين عند التشهد الأول هل يكون إذا استقر واقفا أو يرفعها في أثناء قيامه؟ يرفعها مع التكبير، يرفعها مع التكبير في أثناء قيامه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رفع اليد أثناء السجود ليحك أنفه أو غيره هل يبطل صلاته؟ لا، ما يبطل الصلاة. إذا رفع يده لحكة أو تعديل ثوب أو إزالة شيء من الأرض يؤذيه ثم عادها ووضعها في السجود، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا صلى بجانبه من أكل ثوما أو بصلا أو كانت فيه رائحة الدخان وهو لا يستطيع الصبر على هذه الرائحة؟ هذه بلوى، يصبر عليها ويكمل صلاته وينصح هذا الذي أساء إلى المسجد وإلى المصلين، ينصحه ويذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقطع صلاته، له ميت إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا رأيت أحد الرافضة واضعا منديلا أو طينا يقول إذا رأيت أحد الرافضة واضعا منديلا أو طينا لكي لا تمس جبهته الأرض، هل يجوز أن آخذها وهو يصلي؟ وهل تصرف بهذا صحيح؟ وهل يدخل في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ تصرفك هذا غير صحيح، وهذا ربما يحدث فتنة ويحمله على المكابرة، فتنصحه وتبين له، فإن لم يقبل اتركه، أنت بينت له وخلاص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة امرأة عاجزة لعملية في ركبتها وهي تصلي على الكرسي وتسجد عليه، هل يجب أن تسجد على الأرض أو يكتفي بسجودها على الكرسي؟ إذا كانت لا تستطيع السجود على الأرض تومي بالركوع أو السجود وهي على الكرسي، أما إذا كانت تستطيع السجود على الأرض فإنها تنزل عن الكرسي وتسجد على الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. الصلاة والسلام على رسول الله.